أهلا بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. ارتفع الذهب اليوم مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار. وفي لبنان سجل الذهب غير المصاغ الأسعار التالية: عيار 22.37 دولار و17 سنت، عيار 21.35 دولار و5 سنت، عيار 18.30 دولار و49 سنت، وبلغت أونصة الذهب 1246 دولار و85 سنت. أما كيلو الذهب ف40,086 دولار و23 سنت. أكدت بيانات من الصين مؤشرات استقرار النمو وتنامي الطلب في ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم، فارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 50 سنت ووصل إلى 109 دولار و89 سنت للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي 35 سنت ووصل إلى 97 دولار و69 سنت للبرميل. سلسلة الرتب والرواتب ستكلف الخزينة 2294 مليار دولار تستفيد منها 300 ألف عائلة، ولكن الإيرادات ستكون من خلال ضرائب جديدة. يقول النائب إبراهيم كنعان أنها لن تطال الطبقة الفقيرة. وإليكم نموذجان بعض الضرائب المقترحة وهي كالتالي: رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 15%، رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة، رفع الرسم الجمركي على الأحذية والألبسة المستوردة، زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء، فضلاً عن تسوية مخالفات البناء وزيادة الرسوم على الدخان والشركات المالية وغرامات إضافية على الأملاك البحرية المخالفة واللائحة تطول. باعت الحكومة الأمريكية آخر أسهمها في شركة جنرال موتورز، فخسر دافع الضرائب 10 مليارات دولار. وهذه كانت خطة الإنقاذ الحكومية التي اعتبرت أكبر عملية إنقاذ تاريخية لأشهر الشركات الأمريكية. وأكدت جنرال موتورز تفلس في خضم الأزمة المالية العالمية، فتدخلت واشنطن وضخت مبلغاً وصل إلى 49 مليار دولار بذريعة شراء أسهم، وباعتها اليوم ب 39 مليار دولار. أكثر من نصف مليون دولار هو مجموع القطع النقدية التي ينساها المسافرون في المطارات الأمريكية، وذلك في أثناء إفراغهم لجيوبهم لدى مرورهم في نقاط التفتيش، وهو ما أكدته وكالة سلامة النقل الأمريكية التي جمعت هذا المبلغ من مواقع التفتيش، ولفتت إلى أنها ستستخدم هذه الأموال في تحسين سلامة الطيران المدني. هذا كل شيء، ملتقنا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.